بغير حق. إنا لله وإنا إليه راجعون. تسقط كل طاغية ومستبد وجبار وتقول له نحن لسنا عبيدا لك ولا عبيدا لأحد ولا عبيدا لقومك، نحن لله ونحن إليه راجعون. والذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله لا يقدمونها من أجل بشر ولا يقدمونها من أجل ذكر يعلمون أنهم راجعون إلى الله. يلا مرق منها مرق. إنا لله وإنا إليه راجعون. عقيدة. نحن ملك لله لا يملكنا سيد. نحن لسنا عبيدا لأحد ولا يسيرنا أحد ولا نضحي بأنفسنا وأرواحنا من أجل أحد، إنما ترخص الأنفس والأموال والأولاد، يرخص كل شيء أمام إيماننا أننا راجعون إلى الله. يلا خليهم الحين بيجوا. راجعون إلى الله. قالها مؤمن آل ياسين. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، بل قال للطغاة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فهو يشير إلى الذين أرادوا قتل رسل الله، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قالها ذاك المؤمن في وجه الطغاة الذين قاموا ينذرون الرسل ويحذرونهم وتطيروا بهم وتشاءموا وقالوا لهم إما أن تنتهوا عن الدعوة إلى الله ودين الله أو لنرجمنكم. جاء مؤمن آل ياسين ليقول لهم اتبعوا المرسلين، لا تتبعوا كل جبار عنيد مناع للخير معتد مريب. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا طاعة لكافر ولا طاعة لمنافق، اتبعوا المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا
مع الصادقين. جهد الله يكتب الآن. كونوا مع الصادقين، يعني كونوا في الصف الذي فيه الصدق، ولا تكونوا في الصف الذي فيه النفاق والكفر. هذا دين، هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو المعنى. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يقول لهم المؤمن: الله هو الذي خلقني، هو فطرني، أنا أرجع إليه، وأنتم أيضا الذين تبغون وتفسدون في الأرض سترجعون إلى الله. كيف يعني أكون في صدق جميعا سنرجع إلى الله يوم القيامة للحساب؟ يحاسبني ويحاسبكم، يحاسب المستضعفين المتبعين، ويحاسب المتكبرين والمستكبرين. إن لله وإنا إليه راجعون. هو يوم يتبرأ فيه الضعفاء من الذين استكبروا. بغير الحق، الذين اتبعوا الباطل المستكبرين في الأرض بغير الحق، يوم القيامة يتبرؤون منهم. اسمعوا قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هناك يرى وأن الله شديد العذاب. رأى حشر الناس، حشر الضعفاء، حشر الأقوياء، حشر المستضعفون، حشر المستكبرون، الكل يقف أمام الله، أمام الله يسأل، يحاسب، يتذكر الدنيا، يتذكر المستكبرين، يتذكر الناعقين خلف المستكبرين. الجميع يرى العذاب، الجميع يرون أن القوة لله جميعا. يعني يوم القيامة القوة لمن؟ لله. وحتى في الدنيا القوة لله، يترك الناس لعقولهم يسلكون ما يشاءون ويحاسبهم يوم القيامة. يتركهم بعد أن يهديهم ويدلهم ويحذرهم ويدل ويعني يرسل لهم رسل يهديهم إلى الصراط المستقيم، بعدها يعني ليس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل ما في حجة على الله. يلتقي الناس يوم القيامة أمام الله، يرون العذاب، يرون أن القوة لله جميعا، لا أحد يملك شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته
ونحن نؤمن بهذا وقرأناه في الدنيا. مالك يوم الدين. شو يعني مالك يوم الدين؟ يعني الملك يوم القيامة هو الله. يقال يوم القيامة أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ يوم القيامة يوم يكون الملك لله. يقال أين ملوك الأرض؟ أصلا من النت غير. لا أحد يجرؤ أو يدعي أنه على أحد صوت أحد الدين. ما في ملوك، ما في أقوياء، ما في أصحاب قرار، ما في عظماء، يعني ما في قادة وزعماء بحجوم مختلفة، ما في رتب وليشين وقيادات، ما في قادة دولة، لا رئاسة ولا وزارة ولا إدارة، ما في. الملك هو الله مالك يوم الدين. إذ يتبرأ الذين اتبعوا. اللي في الدنيا كان يقود جيش يتبعه، فصيل يتبعه، يعني كانوا يطيعون. يوم القيامة مش الضعيف اللي بيتبرأ، لا، هم هذول الزعماء تتبرأ من الناس، من اتبعوا، من الذين اتبعوا، من يقدر يتبرعوا؟ مني او منك او منه في الدنيا الى في الباطل، طبعا في الباطل، زعامات وقيادات واحجاب ورتب، يعني زي ما بدك علم. هؤلاء يوم القيامه يتبرعوا من مين؟ من الضعفاء اللي بدك يعني الوظيفة، اللي بقى ماشي مشان يعني قد يكون له مصلحة، اللي كان ماشي يعني وجاهة، اللي مشان يعني تتصلح أو تتسلك مصالحه في هذه الدنيا، يعني كل واحد يكون له هجرة، من كانت هجرته ليش؟ يوم القيامة الكبراء يتبرؤون. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ما فيش هلو افزع لي، هلو في عندي مشكله، هلو حدث السياره، هلو بدنا نخفض الضرائب، هلو سجل الوضع بدنا نطلعه، هلو البنت بدها تتوضا، هلو بدنا نفتح مصلحه ولك 50%. فيش اسباب، ما في اتصالات، خلص زي ما كانوا في الدنيا. وتقطعت بهم الاسباب. ماذا يقول الضعفاء المساكين اللي وصلوا لحال عار، يعني بقوا يركضوا ويمشوا
يمسح وجوه المستكبرين. أنا استغنيته عنا رميتونا يعني زي ما يقول أكلتونا كذا ورميتونا كذا تركتونا وحدنا. هو يوم القيامة مش أي يوم يعني مش طوش يعني مصلحة وغير